اهلا بيكم مشاهدينا وفقره جديده من فقرات ذا دكتورز. اول حاجه النهارده الفقره بتاعتنا كلها سيجمنت تجميليه، وانا لما بحب اتكلم في اي حاجه ليها علاقه بتوبيك التجميل عامه بحب اقسمها لتو جروبس او مجموعتين. اول مجموعه ممكن نقول عليهم البيشنتس او المرضى، زي ايه بقى؟ الستات والبنات اللي بتعاني من اكني، بتعاني من حب شباب، او بتعاني من اثار ما بعد بقى حب الشباب من حفر وبقع وهايبر بيجمنتيشن وتصبغات. وفي بقى السيدات اللي بيبقى عندهم هرمون الاكني او عندهم جلدهم بدا يفقد الكولاجين والالاستيسيتي والمرونه. ده اول جروب معانا اللي هم المرضى. تاني جروب ممكن نقول عليه الكونسيومر او المستهلك، ممكن تكون بنات صغيره بقى عندهم وعي بموضوع التجميل، عايزين يعملوا نفسهم زي كورس وقايه ان هم ما يوصلوش للمرحله دي، مش عايزين يطلع لهم تجاعيد، مش عايزين يواجهوا اي من المشاكل اللي احنا لسه ذاكرينها في الجروب الاولاني. طيب هل في تقنيه معينه او برودكت معين او طريقه معينه تنفع للمجموعتين وتحقق لي نتيجه ممكن نقول مرضيه للمجموعتين ولا لا؟ ده اللي هنعرفه النهارده في السيجمنت. بس اسمحوا لي الاول ارحب بضيفتي الجميله الموجوده معايا النهارده في استوديو ذا دكتورز، دكتور دينا ابو السعود، المدير الطبي لمجموعات شركات ماسي دورو جولد. اهلا بيكي يا دكتور دينا ومنوراني في الاستوديو. حبيبتي ميرسي، اهلا بيكي واهلا بكل جمهور سي بي سي. اهلا بيكي. اهلا بيكي ومنوراني دايما يا دكتور دينا. وانا عايزه اعرف بقى حاجه، دايما لما بنيجي نتكلم في التجميل بنحب نقول للستات والبنات اهم حاجه اللي بتستخدموه يكون طبيعي علشان ما يكونش ليه ريسك، ما لهوش اي اثار جانبيه، ما يعرضكوش قدام لعواقب انتوا مش قدها. طب ايه اللي ممكن يستخدموه طبيعي يحل كل المشاكل اللي انا قلتها دي؟ فعلا زي ما قلتي، كل الستات دلوقتي بتهتم بشكلها، كل الستات عايزه تكبر بذكاء. انت عارفه ان السن كتير ما بيبقاش في صالح ستات كتير قوي، ازاي اقدر اعدي سنه بسنه ووشي حلو وزي الفل؟ فعلى طول بنصح باستخدام كريمات مرخصه طبيعيه ملهاش اي سايد افكتس. اوكي، فانا النهارده جاي اتكلم عن ماسي دورو جولد اللي قدر يحل معظم مشاكل البشره. قدر يناسب جميع انواع البشره، قدر يناسب سيدات ورجال كمان. طبعا السيدات كتير قوي منهم بيعانوا من مشاكل كتير قوي، زي التجاعيد، زي هالات سودة، زي بقع، زي نمش، زي عدم نضارة البشرة. ازاي اقدر بكريم واحد اعالج كل الحاجات دي؟ مش بس يعني انت عارفه كتير قوي قبل ما ماسي دورو جولد يبقى موجود في الماركت بنحط كريم نهار، صح، كريم ليل، كريم لتحت العين، كريم للرقبه، كريم لشد البشره، كريم بالكولاجين، كريم بالهيالورون، روتين بقى وكورس الصبح وبالليل ومع السان بلوك وحاجات كتير قد كده. طبعا اكيد هننسى ستيب. سيدات بتشتغل ما عندهاش مثلا وقت، رفاهيه الوقت بقى، فاكيد هننسى ستيب. ازاي قدر كريم ماسي دورو جولد يحقق النتيجه دي ويحقق المعادله الصعبه دي؟ بسر تركيبته، ان كريم واحد فيه 56 عنصر. ايه دول بقى؟ يعني 56 عنصر طبيعي؟ طبعا. مكوناته ايه يا دكتور تي؟ بحب على طول ابتدي بمكون مهم جدا، الذهب. الذهب؟ الذهب. ايه بقى بيعمل ايه للبشره؟ الذهب مهم قوي للبشره، لان الذهب اول ما بيتحط على البشره بينشط الدوره الدمويه. علشان كده بقول على طول ماسي دورو جولد بيدي نتيجه من اول دهنه. ايه النتيجه اللي من اول دهنه؟ بيديكي نضاره حلوه قوي. اول ما بتحطي ماسي بتلاقي ان وشك كله ورد. طبعا الذهب انتي رينكل من الدرجه الاولى. هل اقدر استخدم بيعالج التجاعيد؟ طبعا. هل اقدر استخدم ماسي دورو جولد يعالج لي التجاعيد من غير محقن فيلرز؟ اوكي. طب هل ماسي دورو جولد بيتعارض مع الفيلرز او البوتوكس؟ هو طبعا لا يتعارض اطلاقا. فطبعا الذهب انتي رينكل من الدرجه الاولى. الذهب بيقدر يشتغل على حاجه مهمه قوي، الميلانين. يمكن التصبغات بتاعه الجلد او السبوتس اللي موجوده نتيجه افراز الميلانين اكسس عن حجمه الطبيعي. تمام. فالذهب يقدر يقلل افراز الميلانين ويوحد لك لون البشره. الذهب انتي ايج، يعني مضادات اكسده، كله انتي اوكسيدنتس. الذهب بيشد الجلد. أوكي. فتخيلي انت كل المميزات دي في عنصر واحد الذهب. يمكن الذهب مش بس مشهور دلوقتي قد ايه مميزاته للبشره، الذهب من ايام الطب القديم، الذهب من ايام عصر الفراعنه، لان لما الملكه كليوباترا جم العلماء اكتشفوا سر نضارتها وسر شبابها الدائم، لقوا انها هي فعلا كانت بتستخدم ماسكات الذهب كل يوم قبل ما تنام. اوكي. فانت عندك كل المميزات دي، ان انتي رينكل ووايتنينج وفيس ليفتنج،
فقط بيشد البشره كمان. بيشد البشره وكمان بيعمل حاجه مهمه جدا، انه بيحفز على انتاج الكولاجين في خلايا الجلد السفليه. طبعا انت عارفه ان مع التقدم في السن الكولاجين بيقل، مع التقدم في السن حاجات بتفقدها البشره، فبنقدر نعوضها بالذهب اللي موجود في ماسي دروجولد. تمام. ماسي دروجولد مش بس فيه ذهب، ماسي دروجولد بيحتوي على عنصر مهم جدا، الكافيار. بيعمل ايه بقى الكافيار؟ الكافيار طبعا كلنا عارفين ان هو اسمه غذاء الملوك او اللؤلؤ الاسود. الكافيار ده بيض السمك موجود في قاع البحر. طبعا احنا اي واحده فينا قاعده على بيتش على بحر ما بتحطش ميك اب بتلاقي ان وشها يجنن، لان هي بيطلع الفيبرز واليود والفيتامينز على بشرتها. الكافيار اول حاجه غني بالامينو اسيدز. اوكي. الكافيار انتي ايج، بيحارب شيخوخه البشره. الكافيار وايتنينج، بيفتح البشره جدا. تمام. الكافيار انتي رينكل. فاحنا اتكلمنا في ماسي دروجولد، طبعا ماسي دروجولد فيه ذهب وكافيار، في عنصر مهم قوي الفيلر. الفيلر كمان موجود في الكريم، موجود في كريم ماسي دروجولد. أوكي. اللي هي ماده الهيالورونيك اسيد. الفيلر كلنا عارفين انه بيعالج التجاعيد، كمان بيدي نضاره حلوه قوي، وكمان بيحتفظ بالميه تحت الجلد. تمام. مهم قوي ان احنا نرطب بشرتنا صيف شتاء. كتير مننا بينسى يشرب ميه، ويمكن في الشتاء كمان بتنسي تشربي ميه اكتر. صح. فازاي اقدر، في ناس ما بيحبوش اصلا يشربوا ميه. صح. بيقعدوا يحطوا فليفر، يحطوا ليمون، يحطوا نعناع، يحطوا اي حاجه. طبعا الهيالورونيك اسيد دي ماده بتقدر تحتفظ بالميه 1000 حجم ضعفها. اوكي. فانت بتحتفظي بالميه 1000 حجم ضعف اللي موجود في الهيالورونيك اسيد، واول ما البشره تجف بيبتدي الماده دي توزع الميه على حسب احتياج البشره. فانت مع ماسي دروجولد بتبقي في امان جدا ان وشك على طول في حاله رطوبه. طبعا في ماده مهمه قوي قوي يمكن كتير مننا ما يعرفهاش، اسمها ماده السيراميد. دي ايه دي بقى يا دكتور؟ ماده السيراميد ماده مهمه جدا موجوده في ماسي دروجولد. ماده السيراميد كتير مننا ما يعرفوش ان هي اوريدي موجوده في بشرتنا. الماده دي مع التقدم في السن بتقل، بتحصل مشاكل كتيره جدا. اول حاجه الماده دي على طول بعتبرها زي الاسمنت بتاع الوش. انت عارفه لما بتيجي تعملي مبنى الطوب بيتلزق باسمنت، فبنعتبر مجازا يعني ان الطوب ده الخلايا والاسمنت ده السيراميد. فانت لما بتيجي السيراميد بيقل في البشره، الخلايا بتفك وبيحصل ترهل. اوكي. بيحصل انفكشنز. فطبعا ماده السيراميد مهمه جدا وموجوده في ماسي دروجولد لانها بتعمل فيس ليفتنج وليها انتي انفلاماتوري افكت. دكتور اوز ده من اكبر دكاتره التجميل في العالم، عمل ابحاث على ماده السيراميد وقال ان هذه الماده تقدر تصغر في سن البشره شكليا 10 سنوات. معنى كده ان ماسي دروجولد يقدر يخلينا نبدو اصغر 10 سنوات. ماسي دروجولد، مع ماسي دروجولد على طول هنبقى حلوين. عندنا نضاره حلوه قوي في بشرتنا. هيبقى عندنا ثقه في نفسنا. يعني على طول بقول اي ست بتبقى نفسها يبقى شكلها حلو، يبقى كاريزما حلوه، طلتها حلوه، فعلى طول بنصح باستخدام ماسي دروجولد. كمان ماسي دروجولد بيحتوي على الكولاجين. كولاجين كلنا عارفين انه بروتين اساسي لصحه البشره والشعر. فانت تخيلي معاكي ماسي دروجولد في البيت في 56 مكون، مش محتاجه انك انت كريم داي كريم نايت كريم، انت خلاص بتختصري. يعني هو بديل لكل ده، للباكج اللي احنا بنمشي بيها الصبح وبالليل والعنايه والحاجات دي كلها. ماسي دروجولد لازم اقول ان هو ايطالي الصنع. كلنا عارفين ان ايطاليا قد ايه بلد الموضه والجمال والتجميل، ومعروفين جدا بالكوزماتكس. يعني ايطاليا معروفه بعالم التجميل. ماسي دروجولد منتج ايطالي اتصنع مش في سنه، يعني شركه ماسي اخذت في تصنيع ماسي دروجولد 6 سنين. أوكي. ابحاث كلينيكال ترايلز، ازاي نقدر مع ماسي دروجولد نناسب جميع انواع البشره. ماسي دروجولد ليه سر تركيبه مش موجوده في اي كل الكومبوننتس دي، ان هي مكونات تكون في برودكت واحد او منتج واحد، ده صعب جدا وبحسابات معينه. يعني انت عارفه لو انت مثلا بتفكري تعملي او يعني شركه او وات ايفر حد بيفكر يصنع كريم، لازم يبقى الانجريدينتس بكالكوليشنز معينه. لو في كالكوليشن اعلى من كالكوليشن ما بديش البيست ريزلتس. فاحنا كل سنه بنصنع كريم ونقول لا هيبقى في احسن. ما استعجلناش ابدا في تصنيعه وما استرخصناش ابدا في مكوناته. أوكي. ماسي دروجولد غني بالمكونات الفعاله جدا اللي اي ست بتحلم ان هي يبقى تكبر ما تلاقيش تجاعيده في وشها، ما تلاقيش بقع. انت عارفه لو
لو فعلا الحاجات دي بتعمل اكتئاب لستات كتير قوي. اه طبعا، يعني ده مشكلة صغيرة جدا طبعاً في بشرتها، يعني تكتئب سنة عليها، بتكتئب وبتبقاش عايزة تنزل ولا عايزة تخرج. وبعدين ايه، تيجي يجوا اصحابها يقولوا لها تعالي ننزل، انا لسه بقى احط ميك اب واخبي عيوب بالزبط. بتبقى عندها عدم ثقة في نفسها كتير جدا. فماسي دورجولد اوريدي احنا بقى لنا 3 سنين ونص حقق نجاح وحقق انتشار في الوطن العربي كبير جدا. طب الناس بقى اللي بتقول طب ليه انا استخدم مثلا حاجه وانا لسه فئه عمريه صغيره، لسه عندي 21 سنه، استخدم كل المكونات دي وانا محتاجاها؟ اجابتهم ايه بقى يا دكتور؟ يعني مثلا هل نقول لا يستنوا لغايه لما فئه عمريه كبيره شويه، بتكلم مثلا من فوق 40 سنه، ولا لا انت لازم وانت عندك 20 سنه تبتدي يبقى في نظام كورس مينتننس؟ مهم قوي السؤال ده. انا عايز اقول لك بنات عندها 20 سنه بشوفها عندها تجاعيد وعندها هالات سودا، ما بقاش دلوقتي يعني انت عارفه السهر كتير، عدم شرب الميه، طريقه حياتنا، اللايف ستايل، الاكل، الجانك فود، الحاجات دي كلها بتاثر في فئه من الشباب مدخنين. كل الحاجات دي بتاثر وبتلاقي ان الوش عجز قبل اوانه. اوكي، فمهم قوي على طول بقول ان ماسي دورجولد دي استخدم من سن 18 سنه، لان بتلاقي بنات واولاد عندهم مشاكل شيخوخه البشره وهم صغيرين، بلس ان على طول بقول بنستخدمه زي ما قلتي كوقايه. طبيعي انك انت لما بتكبري في السن نسبه الكولاجين بتقل في بشرتك، نسبه الهيلورونيك اسيد اوريدي ماده الفيلر ربنا خلقنا بيها في بشرتنا بتقل، نسبه السيراميد بيقل والفيتامينز والحاجات دي كلها. فانا على طول بحب اعمل بالانس لكل النسب دي موجوده في بشرتي، ان انا خلاص بقيت 20 بقيت 30 بقيت 40 مش فارق معايا السن. طب البنات بقى اللي دايما بتهتم بجزئيه مثلا وشهم وينسوا بقى رقبتهم وينسوا ايديهم وينسوا كل حاجه، الحاجات دي برضو ظاهره والحاجات دي مهمه وبرضو هتاثر في نفسيتهم، وفي الاخر بيوصلوا لمرحله ان جايين متاخر، ان يبقى عندهم بقى خطوط عريضه مثلا في رقبتهم، عندهم برضو تهدل. ينفع استخدم نفس البرودكت على الوجه والرقبه والايدين مثلا ولا لا؟ ماسي دورجولد مينلي فور فيس اند نك، يعني على طول هو حتى بيبقى مكتوب ان هو فور فيس اند نك. مهم قوي ان احنا ما ننساش رقبتنا، الرقبه بتبين السن جدا، بتبين السن جدا. فممكن يتحط على الايد، يعني عندنا كلاينتس وعندنا كاستمرز بيحبوا يحطوه على ايديهم، لان بيبقى فيه شويه ترينكلز، بيبقى فيه تصبغات، فبيقولوا لي يا دكتوره دينا ماسي عمل شغل حلو قوي مع ايدي كمان. لكن هو كمان لازم اقول ما ننساش الرقبه، احنا نهتم بده ونهتم بالرقبه مهم جدا. وماسي دورجولد صالح للايد وصالح للوش والرقبه، مفيش اي مشكله. طب بالنسبه للسؤال الشهير، اي بقى بنت تيجي تقول لحضرتك انا اشوف النتيجه بعد قد ايه؟ ده اول سؤال. صح. انا عايزه اشوف النتيجه عشان ايه اكمل ويبقى حافز ليا ان انا اكمل في استخدامه، اشوف بعد قد ايه؟ طبعا نتيجه ماسي النضاره من اول دهنه. حتى مكتوب على ماسي ان الفيرست ابلاي يو ويل لوك الريدينس عالي قوي وبتلاقي نضاره تحفه. لكن لو هنتكلم على مشاكل التجاعيد او اي مشكله من مشاكل شيخوخه البشره، اكيد بشوف تحسن اول شهر. بشوف تحسن الشهر الثاني عن الشهر الاولاني، الشهر الثالث عن الشهر الاولاني. فطبعا كريم ماسي دورجولد هو 120 مللي بيكفي 6 شهور استخدام. بنصح ان اي حد هيستخدم ماسي دورجولد يستخدمه يوميا، يعني ممكن مثلا صبح وبالليل بقى، ولا هي مره واحده في اليوم، ولا ايه؟ صباح، في عندي كاستمرز بيحبوا يحطوه صبح وبالليل، وفي كلاينتس ثانيين بيحبوا يحطوه مره واحده. فلو بيستخدم مره واحده بس بنصح بالليل، لان استجابه البشره بالليل بتبقى اعلى. ولازم اقول ان مهم قوي ان احنا نستخدمه يوميا عشان بنشوف نتيجه. ممكن كلاينت عندي تكلمني دكتوره دينا انا مثلا بقالي شهر مش شايفه النتيجه المطلوبه قوي، بقول انت بتستخدميه ازاي؟ تقولي بستخدمه مره في الاسبوع. ده ما ينفعش مره في الاسبوع. هي بتقولي ماسي انا خايفاه يخلص فبستخدمه مره في الاسبوع. ما ينفعش، ده كورس لازم يتحط يوميا عشان تشوف استجابه. طبعا لازم يتحط يوميا، مفيش مشكله لو حد نسي مره في اليوم مره وات ايفر، لكن لازم المتابعه ما يبقاش كده كل اسبوع، ده صعب قوي. لازم يتحط يوميا صباحا ومساء. مهم قوي اقول لان كتير سالوني طب يا دكتوره دينا في عبوات صغيره لماسي؟ فالحقيقه شركه ماسي او المصنع اللي صنع ماسي دورجولد هو الاقر الكورس يتاخد قد ايه. اوكي، شركه ماسي ما عندناش اي عبوات صغيره، عشان احنا بنتكلم في مشاكل كبيره محتاجه وقت. بنتكلم في تجاعيد، بنتكلم في بقع، بنتكلم في هالات سوداء، بنتكلم في نمش، بنتكلم في كلف، حتى كلف الحمل، بنتكلم في بشره مش نضره. فكل المشاكل دي هتتعالج ب 120 مللي الكورس او الكريم بيكفي 6 شهور. يعني دي كمان محسوبه طبعا، الكونتينر مثلا فيه جزء معين هيكفيكي 6 شهور، هيحل المشاكل التارجت بتاعتنا.
اكيد. طب في اقبال بقى من الرجاله ولا هو الستات اللي مركزه اكتر في الفرن؟ اول ما نزلنا في الماركت انا قلت الستات بقى هم اللي يعني هيكتسحوا. عايزه اقول لك عندنا فئه من الرجال كتيره جدا. اوكي. عندنا كل مشاكلهم ايه يا دكتور دينا؟ بيبقى اكتر مشاكل الرجال الهالات السوداء وعدم النضاره والتجاعيد. احيانا الست تقول لك خلاص انا هحط ميك اب اخفي عيوب البشره. الرجل مش هيحط ميك اب يخفي عيوب البشره. بالظبط. فعايزه اقول لك الاقبال من فئه الرجال عالي جدا. يمكن سيدات كتير بتحقن فيلر وبوتوكس. طبعا على طول بنصح بحقن الفيلرز لو عايزين نشوف نتيجه اون ذا سبوت. انا دلوقتي عندي فرح الاسبوع الجاي وعايزه ما الاقيش تجاعيده، فبقولها احقني فيلر واستخدمي ماسي مع الفيلر. تمام. في فئه من الرجال بتقول لك لا انا ماليش في قصه الحقن ومش عايزه احقن، فبتستخدم ماسي دروجولد، فتقول لك اوكي استخدم كريم توبيكال، فبتستخدم ماسي دروجولد. وعايزه اقول لك الفيدباك حلو جدا مع الرجال والسيدات ايضا. وعايزه اقول لك ان ماسي دروجولد مش مقتصر على فئه معينه. ممكن تقولي لي مثلا كريم ماسي غالي فهو في التكلفه لفئة مثلا بتاعته هتبقى صعبه فتبقى كاتيجوري لناس معينه مثلاً. فقط عايزه اقول لك ما هو احنا انتشرنا في جميع الفئات جميع المحافظات، مفيش محافظه مش موجوده فيها ماسي دروجولد. عايزه اقول لك احنا انتشرنا في جميع انحاء العالم، يعني بلاقي كلاينتس عندي في اوروبا كلها، بلاقي في الوطن العربي كله، فاوريدي احنا فعلا مش مقتصرين على فئه معينه من فئات المجتمع. طب السؤال الشهير بقى يا دكتور دينا اللي هيجي لنا، طب استجابه بشرتي انا لو انا بقى بشرتي جافه دهنيه مختلطه عندي المشكله في التي زون مثلا، استجابتي انا هتختلف عن البشره العاديه ولا لا؟ سؤال مهم. طبعا استجابة كل بني آدم غير التاني. يعني كان عندي كلاينت في منطقة ما كان عندها نمش، كلمتني قالت لي يا دكتورة دينا أنا مبسوطة جدا أنا النمش راح من أول شهر، استجابتها عالية. أوكي. وكمان هتلاقي المشكلة عندها مش قوية. عندي سيدة تانية كلمتني قالت لي النمش بدأ يفتح ويروح من بعد الشهر الثالث. فكل بني آدم استجابته غير التانية، وكل واحد بقول مشكلته غير التانية. يعني على طول بقول لو في بدأنا نشوف مشكلة ما نستناش عشان نعالج. على طول بقول للوقاية. احنا بنيجي في المراحل الأخيرة. بالظبط. احنا على طول بقول الوقاية خير من العلاج. أنا ما عنديش مشكلة في بشرتي، بس إيه المشكلة إن أنا أستخدم ماسي دروجولد يعمل لي وقاية؟ لأن فعلا ممكن فجأة بين يوم وليلة تلاقي بشرتك إيه ده أنا بصيت في المراية الصبح أنا أو من صورة أو من تعليق مثلا حاجة أنا مش مركزة فيها فجأة ألاقي عندي مشكلة. والمشكلة دي بيبقى أنت بقالك فترة الكولاجين ليفل قليل ما بانش لسه على البشرة. فترة الكولاجين قليل، الهيلورونيك، الفيتامينز، المينرالز، المعادن، كل ده ألف بشرتك أنت مش شايفاه بالعين المجردة. ويمكن اللي كمان ناس كتيرة بتشتكي منه وعايزين يعرفوا أكتر الكومبوننتس بتاعته ممكن تفيدهم بايه او يبقى شكلها عامل ازاي الشعر ومشاكل الشعر، ده بند بقى كبير جدا طبعاً. وطابق هنفتحه بس بعد فاصل صغير جدا. أوكي. جدا مشاهدينا هنطلع فاصل نرجع لكم، ابقوا معانا. ورجعنا لكم تاني مشاهدينا بعد الفاصل ومكملين كلامنا مع دكتورتي الجميله دكتور دينا ابو السعود. دكتور دينا قبل الفاصل كنا بنتكلم ان زي ما احنا بنلاقي علاج ولقينا علاج الحمد لله لكل مشاكل بشرتنا ورقبتنا وكل حاجه، في برضه لشعرنا معظم مشاكل شعرنا الجميله متقصف وبيقع وبهتان وشكله طبعاً. مش حلو، ايه بقى العلاج؟ عندك حق، عندنا مشكله كبيره جدا في مشاكل الشعر. الشعر هو تاج المراه وتاج الرجل على فكره. يعني مهم قوي ان 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 احنا نهتم بشعرنا. وكل عملاء الكرام دكتوره دينا عايزين منتج للشعر، عايزين حاجه للشعر تعالج مشاكل شعرنا. شركه ماسي بتقدم سبراي حلو جدا اسمه ساينو ماسي هير. اوكي. السبراي ده يقدر يعالج معظم مشاكل الشعر. اول حاجه بتضايقنا احنا كستات، هنتكلم ده على الرجاله هنيجي للرجاله دلوقتي، بس اول حاجه بتضايقك انك انت لما بتغسلي شعرك بتعملي كده تلاقي شعرك بيقع. ده حصل بيحصل كتير جدا. فمهم قوي اقول ان ساينو ماسي هير بيمنع تساقط الشعر تماما، لانه في ماده السوبالميتو، هذه الماده بتوقف الانزيم المسؤول عن تساقط الشعر. تمام. فبتلاقي انك انت مع ساينو ماسي هير شعرك ما بيقعش. مهم قوي اقول ان ساينو ماسي هير في مواد مهمه قوي، في الجينسينج. الجينسينج بينشط الدوره الدمويه جدا. انت عارفه ساعات البصيلات ضعيفه ما بيوصلهاش غذاء فالشعر بيقع، ما بيوصلهاش غذاء فبتلاقي الشعرايه مش
هيلثي والشعرة بتتقطم وضعيفة. فطبعا ساينو ماسي هير حل هايل لان يديكي شعر صحي، شعر بيلمع، شعر مش بهتان، شعر بيخلي شكلك فيري اتراكتيف. انت عارفه شعر الهنود بيبقى تقول دايما عامل ازاي. فطبعا ساينو ماسي هير هو الحل الامثل لتتقيل الشعر. ماده الجينسينج بتنشط الدوره الدمويه جدا في البصيله. ماده الكافيين مهمه جدا. الكافيين بيقدر يطول عمر الشعرايه بنسبه 33%. فاوريدي كمان ماده الكافيين موجوده. عندك البانسينول، هذه الماده موجوده. فهو مع ساينو ماسي هير تقدري بتشوفي بتلاحظي عدم تساقط في شعرك. بتلاحظي ان البصيله بدات تقيله وشكلها صحي وبتقعد معايا ما بتتقطمش، عشان احنا برضو بنقعد نختلع في شعرنا ونعمل حاجات كتيره. صبغه ده اقل حاجه. بنعمل شعرنا على طول، بالذات لو في اعلاميات او بنظهر في التلفزيون او كده، لازم يوميا بتلاقي. طب بيشوفوا النتيجه بعد قد ايه دكتور دينا؟ بيشوفوا نتيجه عدم تساقط الشعر من اول اسبوع، بس هتبتدي تحسي ان الشعر بيتقل وبيطول من بعد الشهر الاولاني او الثاني استخدام. العبوه او ماسي ساينو ماسي هير 200 مللي بتكفيكي 6 شهور. مهم قوي اقول ان هو سبراي بيتحط على فروه راس ناشفه. تمام. مهم جدا ما يتحطش على راس مبلوله او فروه مبلوله. مهم قوي اقول ان احنا ما نسيبش شعرنا بال10 ايام ما نغسلوش. في يمكن في فكر انك انت كل ما تغسلي شعرك الزيوت بتغذيه. لا، احنا بنغسل شعرنا مره على الاقل كل 3 ايام. وبنحط ساينو ماسي هير على فروه راس ناشفه. ساينو ماسي هير بيكفي 6 شهور استخدام. مهم قوي اقول ان في اوفرز كمان. هنتكلم على الاوفرز باستفاضه، بس دايما اللي بيشجع الناس ان هم يستخدموا اي حاجه او يقوموا باول ستيب ان هم يشوفوا كيسز زيهم، يقدروا ان هم يقولوا اه انا زي دي او عندي المشكله زي دي. فهنطلع نشوف ريبورت مهم جدا جدا عن كيسز استخدمت البرودكت، وهنشوف رحله علاجهم كانت شكلها عامل ازاي. يلا بينا هنطلع نشوف ونرجع تاني. مشاهدينا هنطلع نشوف الريبورت ونرجع لكم، ابقوا معنا. خبراء العنايه بالبشره قبل التحدي وقررنا نخوض تجربه صعبه جدا لاختيار نماذج وشخصيات من الناس، وكمان صعبة في توقيتها لأنها ببساطة بترصد تأثير الكريم على البشرة على مدار سنة كاملة. فريق عمل ماسي عمل التقرير ده في 12 شهر. حاجة صعبة مش كده؟ أنا عندي مشاكل كتير قوي في بشرتي وجربت حلول كتيرة وما نفعتش لحد ما شفت إعلان ماسي درو جولد، فقررت إن أنا أستعمله وبإذن الله هيجيب نتيجة كويسة. عندي مشاكل كتير في بشرتي، استخدمت علاج كتير ما جابش معايا اي نتيجه. صاحبتي نصحوني استخدم ماسي دورو جولد، ان شاء الله هستخدمه واوريكم النتيجه. انا عندي مشاكل كتير في بشرتي، فاصحابي نصحوني ان استخدم كريم ماسي دورو جولد، وان شاء الله هستخدمه هيجيب معايا نتيجه جيده. كمان الهدف الاكبر انه يظهر تاثيره على نماذج عاديه بتحلم بالشباب الدائم والرضا عن مظهرها وشكلها. بعد استخدامي للكريم لمدة 6 شهور حاسه بتحسن رهيب، وان شاء الله هستمر عليه لغايه ما ارجع بعمري 10 سنين ورا. ونصيحه لكل السيدات يستخدموه. الحمد لله بعد استخدامي للكريم ب6 شهور حاسه بتحسن اكتر، وان شاء الله بعد ما اخلص الكورس هرجع بشكل ال10 سنين فاتوا واكتر. انا استخدمت كريم لمده 6 شهور والحمد لله جايب نتيجه كويسه جدا معايا وهايله، وبنصح كل ست تجربها وهتحس اكيد بالفرق جامد، ولسه هكمل الكورس. الفرق واضح جدا بعد استخدام ماسي دورو جولد، واكيد زي ما هو معروف ممكن استخدامه على الوجه والرقبه، وكمان ممكن نستخدمه على اي جزء من الجسم محتاجين انه يظهر بالشكل اللي بنحلم بيه. بعد استخدام اللي ماسي دورو جولد على وشي هي دي النتيجه، وانا راضي عليها جدا، بس اكتشفت ان في فرق كبير بين ايدي ووشي، فعشان كده ان شاء الله هستخدمها على ايدي. نماذج مختلفة اختارت ماسي دورو جولد، واكيد جدور عليك علشان تقرر استخدام ماسي دورو جولد. بعد استخدام الماسي دي النتيجة اللي انا وصلت لها وانا راضي عنها جدا، وبنصح كل الناس يستخدموه. بعد استخدام الماسي دورو جولد لمدة سنة حسيت بنتيجة مبهرة، وبنصح كل الناس باستخدام ماسي دورو جولد. بعد استخدام الماسي دورو جولد هي دي النتيجه، انا راضي عليها قوي وبنصح كل السيدات باستخدامها.
ورجعنا لكم تاني مشاهدينا بعد الريبورت الرائع ده. ودكتور دينا، في ناس كتيره جدا بتقول طيب جزئيه التكلفه، انا عايزه اعرف دلوقتي لو انا عايزه احصل على البرودكت ده، هل في اوفر خاص مثلا لينا هنا في برنامج ذا دكتورز ولا لا؟ طبعا شركه ماسي بتقدم اوفر، يمكن اكبر اوفر قدمته يعني شركه ماسي، بتقدم خصم 30% على ماسي دوروجولد بمناسبه مرور 3 سنين على ماسي. فطبعا الاوفر حلو قوي، طبعا على كميات محدوده فحتى نفذ الكميه. فعلى طول بقول فعلا اي حد عايز يستخدم ماسي دوروجولد بيلحق في العرض، لان العرض فعلا حلو جدا. مهم قوي اقول ان ماسي دوروجولد مش موجود في الماركت، اوكي، يعني ما لقوش في اي حته غير فين بقى، في الكول سنتر، اتصلوا على الارقام اللي موجوده على الشاشه، على الارقام اللي ظاهره على الشاشه. مهم قوي اقول ان شركه ماسي في كول سنتر موجود 24 ساعه في اليوم، بنشتغل كل ايام الاسبوع، تمام. عندنا مندوبين في جميع انحاء الجمهوريه، يعني ممكن مثلا سيده في الصعيد انا هوصل ازاي، بنوصل لك لحد عندك. فاوريدي احنا عندنا مناديب في جميع انحاء المحافظه او جميع انحاء الجمهوريه، واوريدي بنقدر نوصل لجميع انحاء العالم. يعني كتير قوي من الساده المشاهدين بيتفرجوا علينا في كل دول العالم برضو بيتكلموا فقط من خلال الارقام اللي ظاهره على الشاشه. الحديث بقيه ان شاء الله، وانت نورتيني النهارده يا دكتور دينا. تسلمي يا حبيبتي، كل ذوق. ميرسي يا حبيبتي. شكرا. بشكر دكتور دينا ابو السعود، المدير الطبي لمجموعات شركه ماسي دورو جولد. بشكرك مره اخرى دكتور دينا، نورتيني. تسلمي، ميرسي. شكرا. مشاهدينا بكده تكون خلصت فقرتنا، اشوفكم على خير ان شاء الله في رعايه الله.